أقام دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة مؤتمر صحفي في وزارة الثقافة ليلقي فيه بيان للرد على مطالب أساتذة وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بإقالة رئيس الأكاديمية دكتور سامح مهران. مشكلة بقالها في أكاديمية الفنون وخاصة المعهد العالي للفنون المسرحية منذ وصول أو تعيين الدكتور سامح مهران، سواء ندبا ثم أصبح تعيينا، تمام؟ ما كانش فيه رغبة نفسية وإنسانية ما بين غالبية أعضاء هيئة التدريس بوجود الدكتور سامح كرئيس الأكاديمية، ولكن الأخ فاروق حسني رئيس وزير الثقافة الأسبق، تمام، جابه، تمام. إحنا مش ضد السلطة، إذا كانت السلطة ممكن قوي نحقق، يعني تحقق لنا الصالح العام، ولا نكتشف الشخصية المبهمة بالنسبة لنا اللي ما نعرفهاش أو نعرفها كمدير مسرح أو رئيس مركز قومي للمسرح. لم نتعرض بالرد على التطاول والسب والقذف والإهانة والتحقير من شأن أساتذة أكاديمية الفنون الذين رادوا الحركة المسرحية في مصر وفي العالم العربي. المطلب الأساسي في كل النشاط ده هو إعادة الأكاديمية لموقعها الريادي كمؤسسة علمية في الفنون فريدة من نوعها، سواء في المنطقة أو في تاريخ المنطقة كله وفي تاريخ مصر، لأنه اللي حاصل فعلا إهدار لقيمتها العلمية وإهدار لقيمتها الريادية في مصر وفي المنطقة نفسها اللي احنا موجودين فيها على مستوى الشرق الأوسط. هذا الإهدار يمكن بيعنيني أنا في المقام الأول، بحكم أن أنا اللي معاصر أو موجود في المنطقة دي، وهي منطقة الفساد العلمي تحديدا. أكد أساتذة وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية استمرارهم بالاعتصام والإضراب عن جميع الأنشطة الدراسية في حالة عدم إقالة رئيس الأكاديمية.